عيدكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة، يلا عيدكم عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي اهتدي أنا بالعيد اهتدي أنا بالهادي اهتدي أنا بالعيد اهتدي أنا، أيامكم سعيدة كل عام سعيدة أيام الموالي أيام الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين المسمى في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة المعطرة بأريج الورد والياسمين، ذكرى عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم ونحن وأنتم بأحسن الأحوال وبظهور مولانا صاحب العصر والزمان، آمين يا رب العالمين. أحبائي المشاهدين، اليوم في واقع الحال احنا واياكم ان شاء الله راح نعيش هذه الاجواء الجميله، هذه الاجواء المباركه، ذكرى عيد الفطر السعيد من هذه المدينه المعطاء مدينه البصره. راح نشوف الاجواء المباركه في البصره من شراء حلويات، من تهاني الناس، من الطقوس اللي مارسونها الناس في البصره تحديدا في يوم عيد الفطر المبارك. خليكم ويانا احبائي المشاهدين وهذه التغطية الشاملة والكاملة ان شاء الله عبر هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الامام المهدي الفضائية. عام سعيدة ايام الموالي ايام الموالي، صلي يا ربنا على احمد والميامين احمد والميامين، برسول الله لكم اسوة في المضامين اسوة في المضامين، بعده ياتي حيدر هو خير الوصي هو خير الوصي، بالبار ونبي متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية الشاملة والكاملة لأجواء العيد في محافظة البصرة. معنا أيضا أحد الأخوة الأعزاء شيف الحلويات، الشيف المختص بالحلويات في هذا المحل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. سعد الله أيامكم، كل عام أنتم بخير. الله يبارك فيك، كنتم بخير إن شاء الله، ينادى عليكم بالصحة والسلامة. حياك الله. الله يبارك. تعرفني على اسم حضرتك؟ أنا رضوان داود. حياك الله. الله يبارك فيك يا رب. الله يجبر بخاطرك. طبعا حضرتك من سوريا مشرفنا. إيه والله من سوريا. من أي محافظة؟ من دمشق. من دمشق. إيه والله حياك الله. فيكم فيكم يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يجبر بخاطرك. شلون إقبال الناس يشوفونه خصوصا في عيد الفطر في هذه الأيام المباركة على شراء الحلويات؟ والله بفضل الله الحمد لله رب العالمين، الإقبال في تزايد الحمد لله رب العالمين. إيه بفضل الله، سنة عن سنة عم تفرق معنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى، الإقبال والسلعة عم تتضاعف، الصناعة وإن شاء الله تعالى ترتيب بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يجبر بخاطرك. شنو اللي يصير بالمحل من حلويات أريد أعرفه اليوم من خلالك؟ الله يبارك فيك. من الألف إلى الياء. على راسي يعني تأمر أمر. هلا عندك البقلاوات، عندك أول شيء البقلاوة بالدهن الحر اللي هي في تقريبا شيء 14 صنف ما شاء الله. إيه. وعندك البقلاوة الدهن العادي شيء 5-6 أصناف ما شاء الله. هاي بالنسبة للبقلاوات. الكليجة ما شاء الله بحر في 15-20 نوع تقريبا بين الحلقوم. بقول لك أكثر على الكليجة يصير صح له؟ إيه على الكليجة. هلا 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 موادها هلا بأيام الماضية كانت قشطة القشاطي اللي هي الكنافات الكنايف والقطايف الزنود، هلا هاليومين صفي باع الكليجه، كليجه التمر، كليجه الحلقوم، الفستق، الجوز، التشكيله هي الموجوده بهالمحل ان شاء الله. انا اتذكر العراق سابقا بالتسعينات، انا صغير كنت اتذكر انه امهاتنا الله يحفظهن كانوا يسوون بالبيت الكليجه، شوف الصواني، ويشتغلون للصبح بيوم العيد او ليله العيد. الان وين هاي الاجواء؟ هل صارت بالمحلات فقط او بالبيوت موجوده حسب خبرتك؟ طبعا والله بالبيوت موجودة، هي سوريا والعراق واحد إن شاء الله، نفس الترتيب يعني نفس العائلات ونفس نفس الثقافة تقريبا بإذن الله. فهي تقريبا اندثرت هلا، يعني صفيت محلات الحلو كثيرة. أول ما كان بالحي كله ما تلاقي محل محلين، فيصير الشغل بالبيت، أغلبية الشغل بهالبيت
هلا النسوان هلا هي يشتغلوا يجيبوا الطحين يجيبوا السمن يجيبوا ويبعثوا الصواني لبرا على الافران يخبزوهم ويجيبوهم. هلا ما شاء الله صار بالحي 10-15 محل يعني والنسوان اختلفت صارت كلها الناس تشتري على الجاهز على ما صفى الهمه هي مثل اول. اكو نسوان قبل موجودات ها يا ريت يرجعوا يا ريت ترجع هذيك الايام والله كانت ايام حلوه. اي نعم بتذكرك بالعيد بتحسسك بالعيد يعني هلا العيد عم يروح ويجي ما سبحان الله. انت العيد الاول في البصره او اكثر من عيد موجود هنا ما اعرف صلي تقريبا شيء 6 سنين 7 سنين والله هنا بالبهابي هالمحل يعني 2018 والله اي والله زين. الاجواء في البصره تختلف عن دمشق بالنسبه للعيد او لا انت كشاهد عيان في سوريا وفي العراق؟ لا يعني تقريبا هلا عنا الاسواق ضيقه شوي بصير زحمه زياده عنا الاسواق شوي يعني المدينه دمشق مو مثل ما شاء الله البصره كبيره واسع. دمشق يعني في كم سوق اثنين مشهورين بصير فيهم زحمة كثير مثل سوق الميدان مثلا هذا سوق الحميدية ما شاء الله فالمنطقة شوي ضيقة العالم تجتمع بهالآيات بصير زحمة هون ما شاء الله فيها يعني كبر المساحة والناس شوي بتضيع يعني بس أما بالمحل هنا لا بتحس بأجواء العيد. بصراحة راح أسألك سؤال بيني وبينك مشاهدين ما يسمعون هل بالبصرة وانت بين اهلك وناسك تحس بالغربة او لا؟ بصراحة اريد والله بس شو الاهل والله بس لا الحمد لله رب العالمين والله انتوا جماعة طيبين الله يبارك فيكم واهل البصرة والله ما حسسونا بالغربة اجمالا يعني بالعراق ما انتوا اخواننا يعني من الاول مو من هلا من زمان فلا والله ما حسينا ولا ما قعدنا يعني 6 سنين قلنا من 2018 ولكننا فلينا يعني لو حصل الواحد بس لا الحمد لله والله بس هو الشغل هالأهل بس مو أكثر والله الحمد لله نزل إجازة بنرجع بس لا والله ما في غربة بإذن الله والله الشباب كلهم كأنه إخواننا وما حسسونا أبدا أنه مغتربين أي شيء رايدين أي شيء سبحان الله بيحضر والله العظيم وصاحبين المحل مو مقصرين معنا أبدا الله يبارك فيكم يجبر بخاطركم يآمنكم بأوطانكم إن شاء الله رجائي بالله والله شرفتونا أهلا وسهلا فيكم ويبارك فيكم إن شاء الله وتقبلوا علينا هالضيافة هاي البسيطة تحلاية العيد هاي بس هيك ذوقوا شغلنا وذوقوا إن شاء الله بركة تشهدوا لنا بس خلي نشوف شنو الأنواع اللي موجودة إذا توضح للسادة المشاهدين الآن موجودة الدهن الحر هاي عش البلبل بالفستق البرمة بالفستق وهي البرمة التركية الخضراء بالدهن الحر كمان عش البلبل وهسه مسويكم صحن الضيافة كليجي بتعرفوا على الفستق والجوز والتمر شنو تنصحني آكل؟ والله كلهم لا ما بسوي دايت الشباب عندي انا والله كنت وصل خلي اجرب شنو اسمها هي الاصابع التركيه اصابع تركيه اصابع خضراء راح انطي رايي بدون مجامله ها راح اضوق عبال المشاهدين راح اضوق حيكون ايجابي ان شاء الله تعرف مشهورين يعني من الحلويات عندنا نحن بسوريا وشغلتنا هالشغله طبعا عبال المشاهدين طيبة جدا 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 بصراحة يعني بالعافية صحتين وهنا الله يبارك فيكم شرفتونا وربي يسعدكم يا رب وكل عام وانتم بخير ينعاد عليكم وعلى الجميع وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير واليمن والبركات إن شاء الله الله وصية آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا آمنا ورضينا بالعترة اقتدينا أيامكم سعيدة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية وهذه التغطية المباركة من هذه المدينة المباركة المدينة المعطاء مدينة البصرة الولائية مدينة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام وأجواء عيد الفطر في هذه المدينة المباركة ومحلات الحلويات خلينا نشوف الإقبال حقيقة من قبل الناس على محلات الحلويات وخصوصا أنه عيد الفطر ما حد يجي للبيت حقيقة وما يقدموا له الحلويات خلينا نشوف الشباب هنا السلام عليكم قواكم الله كل عام وانتم بخير عيني سعد الله الحمد لله بخير يا بعد قلبك كل اهل حبيبي شنو الحلويات اللي يتم شرائها او اقبال الناس عليها هو يكون في عيد الفطر المبارك تحديدا الاكثر شيء البقلاوه نعم يعني بعيد الفطر هو يجون يشترون بقلاوه اي نعم هو اكثر والاعمال اليدويه مثل الكليجه وغيرها موجود كل شيء موجود ان شاء الله
موجود الحمد لله. والله زين، انتم مجهود ضعف في هذه الايام صح لو لا؟ شيء اكيد. تحسون بتعب؟ والله كله شغل. يا الله الله يعطيك الصحة. الله الله يقويك، حياك الله. اهلا وسهلا، حياكم وانت بالي بخير، عاد عليكم الصحة والعافية. الله يحفظك. شلون نشوف اجواء البصرة في عيد الفطر تحديدا؟ والله حلوة حلوة. توفيق الله والديك. الله يحفظك. نعم احبائي المشاهدين، متواصلين معكم وهذه التغطية من محافظة البصرة، فابقوا معنا. ايامكم سعيدة، ايامكم سعيدة، ايامكم سعيدة سعيدة سعيدة. متواصلين معكم احبائي المشاهدين وهذه التغطية من مدينة البصرة واجواء العيد في مدينة البصرة. السلام عليكم حبيبي. السلام، حياك الله. حياك الله حبيبي. ايامكم. تعرفني باسم حضرتك. حياك الله دكتور علي. حياكم الله دكتور سيد الاني. الله يحفظكم. حياكم الله حبيبي. وانا جاي ابوي لك الله يحفظهم الاطفال، جاي تلعبهم ومتونسين باجواء العيد. شنو احساسك هسه؟ اجواء رمضانيه يعني حلوه، بالليل الواحد يطلع والجهال يطلعهم والناس كده تطلع بالليل على ابواب العيد. بالضبط، ابواب العيد هي طبعا معروفه، الجهال لازم تشتري له اي شيء تفرحها، ملابس حتى لو عنده، بس لانه تعرف عيد يريد يعني في شيء جديد ما حد شايفه، ومناسبات تصير اعراس يهيئ نفسه شو اسمه، والطفل لازم تفرحه، فلازم كل سنه تغير تجديد يعني. دكتور، الشارع البصري والعيد، اليوم انت كشاهد عيان عبر هذه الشاشه المباركه، شاشه قناه الامام المهدي الفضائيه، اريدك تعكس لنا الصوره عن العيد في البصره. الساده المشاهدين يردون يعرفون شنو اجواء العيد بالبصره. اجواء العيد بالبصره طبعا هي في الحقيقه هي جيده جدا. ليش؟ لانه اول شيء امكانيه المحافظه خصصت اماكن ترفيهيه وشوارع تنظيمها كان جيد جدا، من اناره وكذلك الاسواق والمولات، فالناس جاءت تتجه الى مثلا فد مولات، كل شيء بها متوفر، يعني مو مثل قبل كان واحد يدخل في مكان واحد ويشتري، هسه كل مكان اللي متوفر به كل شيء متوفر، يدخل ما يطلع، كل كادر الموجود بالمولات يغطي حاجة المواطن زائدا حاجة احتياجات الأطفال مثلا زائدا الكبار، فما حد متورط مثلا بجهال يقول بس يروح معي موقع واحد، وإنما مواقع متعددة. فلهذا الشارع البصري اليوم شهد فالظاهرة حقيقية أمام المحافظات، فكل المحافظات كانت تلجأ وتتمنى تجي للبصرة. ليش؟ لأنه كل الأماكن الترفيهية تطورت، وهذا طبعا يعود للسيد المحافظ والبلدية لأنهم متنزهات كبيرة، وفي الحقيقة هي ورود وتشجير في الشارع البصري راح يكون أفضل سنة عن سنة، راح يكون أفضل. شكر جزيل للسيد المحافظ عبر مواطن بصري جاي يمدح بالسيد المحافظ، وهذه نعمة الحمد لله رب العالمين. دكتور، عندك ذرية الله يحفظهم؟ عندي أنا. كم واحد؟ عندي اثنين ولد وعندي ثلاث بنات. يصيحوا لك جدو. اي هذول البنات احفادي هذول. كبروك. كبروني بعد شو اسمه، عندي بنات ثلاثه من الزوجات، وعندي ولد اثنين يعني كبارهم متزوجين. اي واحد سوداني يشتغل وياي، والثاني عنده ملابس يعني. كم عيديه راح تنطي دكتور بالعيد؟ ها؟ كم عيديه راح تنطي؟ والله بعد العيديات متعدده لان الاحفاد متفرقه. وحتى للفقراء هم نعطي، تعرف بعد مو بس الناس يعني اطفال، اكو ناس مستحقين، وهاي فان شاء الله ما راح نقصر يا كل يعني. العيد هو فرحه الطفل الحقيقه يعني، كل الناس اللي عيدونك حتى لو ما تعرفه وين كان بعيد، هو انت تقدم هي بسيطه يعني حتى تكون تفرح اطفال، اضافه الى الهدايا الاخرى قبل العيد تفرح الطفل بحيث تحسسه وما يدري، تقدم في هديه الوالده مثلا يشتري ملابس، قد تكون هي فرحه للطفل لانه ماكو غير هالفرحه يتفرح بها. دكتور، انت تنطي عيديه لاحفادك الله يحفظهم، لابنائك، لكن ايضا تنتظر عيديه من ابونا وحبيبنا وامامنا صاحب العصر والزمان، ارواحنا تراب مقدم الفداء، شنو تدعي له بالعيد؟ والله هي بعد الامام المهدي عجل الله فرجه، هذا هو احد الاشخاص البارزين في التاريخ الاسلامي، وان كان يطلع في هذه الفتره او قد يكون في فتره كبرى هذا ما حد يدري بس، ولكن نتمنى ان يطلع نقول عجل الله فرجه بهذه الايام وينور الارض، يقول يعني هذا الامام اللي يطلع بعد ما بيها مجال الظلم والعدل زين، فنتمنى ان يكون فرحه لجميع المسلمين
ومو بس المسلمين في العراق وإنما في جميع المسلمين في العالم الإسلامي، لأن يمثل حلقة واصلة ما بين العدل الإلهي اللي هو منتظره واليوم موعود إن شاء الله يطلع يحقق في هذه الأرض يعني حقيقة فعدل تاريخي، وإن شاء الله نتمنى أن يكون في أقرب وقت. طيب والله أنفاسك دكتور، شكرا جزيلا، والله يعودك عزيزي. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه التغطيات أو هذه التغطية من محافظة البصرة، فابقوا معنا. أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان، والجواد محمد شمس نور وعرفان، شمس نور وعرفان. أيوة الرضا، أنعم بالرضا من إمام وسلطان، من إمام وسلطان، والجواد محمد شمس نور وعرفان. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، رجعنا وياكم وتغطيتنا الشاملة والكاملة من محافظة البصرة وأجواء العيد. راح تستغربون أحبائي المشاهدين، احنا في شارع الفراهيدي الآن، ومثل ما جاي يشوفون حقيقة الأعداد قليلة، الأخوان الله يحفظهم ويرعاهم اللي جايين يشترون الكتب من هذا الشارع، لأنه شارع معروف بالأدب والثقافة وبيع الكتب، لكن الناس اليوم متجهين إلى الأسواق لشراء الحلويات. لكن أنا واقع الحال هذا الشارع إلى شيء في نفسي حقيقة، فأصريت على الشباب الله يحفظهم ويرعاهم أنه نجي ناخذ لقاءات ولو بسيطة للإخوان الموجودين هنا. خليكم يا شباب بالكاميرات، بارك الله بكم، خلي نشوف الأجواء في هذه الليلة في شارع الفراهيدي، والأخوة الأعزاء جاي يتبضعون ويشترون كتب. طبعا هي مو وقتها اليوم، لكن مثل ما ذكرت اصريت على الشباب انه نجي. السلام عليكم حجينا، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا بك، عيدكم مبارك على الجميع ان شاء الله، كل عام وانتم بخير والف خير، والعراق والبصره وكل العرب والمسلمين ان شاء الله بالف خير. اللهم امين يا رب العالمين جميع ان شاء الله. بارك الله بك، حياك الله، اشكرك، الله يحفظك. انا جاي اشوف اليوم الاقبال على شراء الملابس والحلويات هواي، انت ليش جاي هنا؟ انا من القدامى في هذا الشارع ما شاء الله، وعدي هنا المركز الثقافي العراقي الخط العربي والزخرفه في البصره، ما شاء الله، انا المنسق مالته هنا بالبصره، ايوه، ونقيم دورات. احنا للاسف انت ما جاي الجمعه وشوف الدورات مالتنا، فتحنا دورات تعليم الخط العربي والزخرفه، اضافه عندنا دورات مال الرسم، وعندنا مجموعه هنا ونشاطاتنا مستمره كل ما ينفتح الشارع، سواء الأيام العادية خميس وجمعة، نعم، والأيام رمضان الكريم، وإن شاء الله عساكم من عواده. اللهم أمين رب العالمين الجميع. هذا وعد كلامك حجينا من قناة الإمام المهدي الفضائية عبر هذه الشاشة المباركة، أنه نجي إلى خدمتكم يوم الجمعة ونشوف نشاطكم ونبث هذا النشاط عبر هذه القناة المباركة، قناة الإمام المهدي الفضائية. حياك الله وبيكم وكل الإعلاميين اللي ينقلون صورة مشرقة وبها ملؤها التفاؤل والارتياح لهذا المكان، ليرى المجتمع العراقي أنه العراق لا يزال بخير والطيبين أكثر مما يروج له الحاقدون على العراق. أي والله هذا بلد صاحب الزمان حجينا، فدوا روح لاسمه سلام الله عليه، فلازم يكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله العراق بخير دائما، وبجهودكم وبمشاركاتكم وبحضوركم، واسمى ايات التهاني والتبريكات ازفها لكم خصوصا وعامه لكل ابناء شعبنا وكل المسلمين حقيقه، يعني اشكرك الله يخليك. طيب والله انفاسك حجينا، العيد بين الحاضر والماضي، انا ما اريد اكبرك، ايش قد مواليدك؟ لا لا انا كبير، وبدون ما تكبرني ها، يعني ان شاء الله احنا كبار بالعمر، مو يعني كبار بعلو مهني او علو انت ثقافة. كبير بالعمر وبالثقافه، الله يبارك بيك ويحفظك ان شاء الله حجينا. احنا منين الله يسلمك، نقترف العلم والثقافه من هذا البلد اللي هو مهد الثقافه والعلم والحضاره، نعم، الانسانيه والاجتماعيه. الحقيقه العيد فيما مضى والوقت الحاضر، ونطمح أن يكون الآتي أجمل. إحنا الحياة اللي عشنا فترة عقود من الزمن، صارت بها في التجارب وصارت بها في يعني منعطفات وغيرها،
بس احنا نطمح انه يكون هذا العيد بهاي الايام والايام المقبله مثل ما كنا نحتفل به سابقا. بين احنا اهم شيء انه لا نفقد التواصل الاسري والاجتماعي بين ابناء هذا الشعب، لانه العيد فرحته اجتماعيه، فرحته اسريه، فرحته على مستوى المحله والشارع والمحافظه والبلد والعالم باسره. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن ينال شفاعتي قاطع صلة الرحم، وهي هاي مسألة كبيرة، يعني هي هاي جواز الدخول للجنة، لأنه شفاعة رسول الله تمحي الذنوب عليه الصلاة. إذن حجي فدو روح لك، شنو توجه رسالة عبر هذه الشاشة المباركة للي عايد أهله عبر الواتساب؟ خلينا نحكي بصريح العبارة، أنا ضد هاي المسميات اللي ظهرت لنا بالسوشيال ميديا. نعم. ما الكوبي بيست ما تخدم. نعم. أنا إذا ما أسمع صوتك وأنت تقول لي حبيبي أخي الله. أبويا ابني الله. عزيزي الله. ابن عمي شلونك شلون صحتك الله. كل عام أنت بخير. أسمع هاي الحبال الصوتية مالتك تطرب إذني، ها إيش اللي بالمكتوب؟ ها واللي يجي أباوع بيها بالنقال، النقال هذا لقضاء حاجة بيناتنا، يعني قصر المسافة بالتواصل اليومي. نعم. أو المسافات البعيدة، بس لا، العيد إلى احترامه، العيد يجب أن يكون بالكلام وبالصورة. هو سهلة إن هذا التكنولوجيا الاتصالات مثل ما سهلتها إن، فأنت ليش تدز لي كوبي بيست؟ افتح النقال وافتح صورة، خل أشوفك، أشوف أطفالك، أشوف عائلتك، وشوف عائلتي، وشوف أنا شنو المقدمة، شنو المهيئة لهذا اليوم العظيم. جميل. وهو هذا عيد المسلمين. ها. والحقيقة احنا هسه بهذا الوقت نشوف حتى أخواننا من باقي الديانات يعيدون ويانا ويفرحون ويانا ويشاركوننا مثل ما احنا نشاركهم. يعني أنا واحد من الناس في مناسبات الأخوة المسيحيين أكون حاضر بالكنيسة وأسوي معرض للخط وأسوي معرض للرسم ونشاركهم. احنا الترابط التاريخي والعلاقات الأسرية عميقة جدا، ما يمكن انه تتفتت في لحظة من الزمن، ولا قشور الحضارة الأوروبية المزعومة والمزيفة تجي تأثر على جوهرنا النقي. جميل. ايه، فهاي احنا بالنسبة ان انا كشخص من عالم هاي اخليها اذبها بالريسايكل بن. ولو انا ما احب المفردات الدخيلة او الاجنبية، لانه انا من المشجعين على سلامة اللغة العربية. اي، واللغة العربية لغة القرآن. فدائما احب انه احنا نبدع، احنا نطلع، احنا عندنا تاريخ عميق اخي 7000 سنة، عندنا كل شيء. احنا اول من وضع القوانين، اول من وضع الكتابة، واضافة لانه انا يعني عندي شغلة الخط والرسم، هذا الفن الجميل، خاصة الخط، خلينا نكون بمجال الخط، هذا الخط العربي اللي هو وليد الحضارة العراقية بالذات، واللي انتشر على اصقاع الامة العربية والامة الاسلامية، وصل الى مكانة عالمية ومرموقة، بحيث انه الاجانب ظلوا يستهون هذا الكلام، هذا الكتابة العربية بفنها. والدليل انه انا في شارع الفرايد يجون اجانب يقعدون يلزمون قصبة الخط ويخطون يمي بالحروف عربية. فاحنا اصحاب تراث واصحاب حضارة واصحاب دين. جميل. اصحاب ثورات. جميل. واصحاب تاريخنا. 14 معصوم رحم الله والديك. مو بس احنا، مو بس احنا نحكي عن على مذهب واحد ها ننفرد، لا، احنا عندنا سواء المذاهب كلها ها والاديان كلها. يعني تشوف المركز الايزيدية بالعراق، الصعبة المندائية بالعراق، المسيحيين والاثوريين الاشوريين والكلدان وغيرهم بالعراق، علماء السنة بالعراق، اهل البيت وعلماء الشيعة، والنجف هي مركز المرجعية بالعراق. نعم. يا اخي احنا الله هذا سبحانه وتعالى هذا البرد اختار قطعة، يعني شالها من الجنة وخلاها بالارض حتى نعيش احنا الجنة. فلازم نكون نشكر رب العالمين على هاي المنحة والكرامة واللاي اللي رب العالمين تفضل بها علينا. الله طيب انفاسك حبيبي. ارجو ان اكون اشكرك، ارجو ان لا اكون أطلت بالحديث أو إسهاب. كلامكم كله فائدة حجي. حبيبي الغالي رب يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحفظكم. الله يسلمكم. الله يبارك فيكم. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، ومثل ما سمعنا كلام الحجي الله يبارك به ويرعاه،
البصرة خليط، مجتمع البصرة خليط، كل أطياف المجتمع أشوفهم في هذه المدينة أو هذه المحافظة، محافظة البصرة. مسرور جدا لكون اليوم في البصرة، وأتشرف أكون في خدمة الناس في هذه المحافظة المعطاة. ابقوا معنا وهذه التغطية. أيامكم سعيدة سعيدة، أيامكم سعيدة سعيدة سعيدة. متواصلين وياكم أحبائي المشاهدين، وتهاني العيد من هذا الشارع، شارع الفراهيدي في محافظة البصرة. معنا أيضا أحد الأخوة المهنئين في عيد الفطر المبارك. سلام عليكم غاتي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ العزيز، ربي يحفظك. تعرفني باسم حضرتك؟ أنا أبو مرتضى طالب علي. حياك الله. الله يحييك. الله يديم. تهنئة تحب تقدمها عبر هذه الشاشة المباركة؟ والله نسأل الله إن شاء الله يتمم الخير والعافية على البلد، وخصوصا على البصرة والأدباء، إحنا بشارع أدباء. نعم. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله ويعيدكم كل سنة وكل عام. ربي يحفظكم. الله يخليك، يدك سالم. الله يحفظك. أجواء العيد بالبصرة شلون نشوفها؟ والله البصرة أجواءها مميزة، لأن هي البصرة أصلا مدينة مميزة. جميل والله العظيم. صحيح. يعني البصرة كل شيء بيها مميز. نعم. يعني هاي مدينة السياب، البصرة يعني شغلاتها جدا جميلة تختلف عن باقي المدن. إن شاء الله يتمم الخير والسلامة والأمان على أهل البصرة. اللهم وعلى الجميع إن شاء الله. إن شاء الله وإن شاء رسوله. حضرتك عندك أحفاد أولاد؟ نعم عندي أحفاد وأولاد. نعم نعم. وهاي راح توزع عيادي؟ أكيد من هسه محضر الخردوات محضرها. إيش قد تطلع عيدية الأطفال؟ والله بالنسبة بعد ماك أطفال عندي، كلهم كبار والله. ما شاء الله. يعني أقل شيء يريد لي 10,000. شو تسوي؟ 10,000 دينار. نعم 10,000 دينار للشخص الواحد. إي وعيدية ماكو، ما حد يعطينا. ما شاء الله. إيش تسوي بعد؟ إحنا الموظفين ما حد يعطينا عيدية. وين الدوام حجينا؟ أنا داوم ديوان المحافظة. ديوان المحافظة. إي نعم. سمعت ضارب الدوام حجي صحيح؟ جاني خبر يا شماد. لا والله. الله يحفظك. احنا انا اشتغلت بالمكتبه المركزيه. يعني احنا دائما يعني مثل ما تقول هنا مترددين على هذا المكان. الكتب هاي وتعاملنا بالكتب والشغلات هاي. وانا بخدمتك. الله يحفظك ويديمك. الله يخليك. ودائما هاي ابتسامه ان شاء الله. الله يخليك عزيز وغالي. الله يحفظ الجميع والكادر وكل الولد. الله يحفظك. موفقين ان شاء الله. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، والبصره بصره الخير والعطاء، فابقوا معنا. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من محافظة البصرة. أتشرف اليوم أن أتي إلى هذا المكان المبارك وأن أقدم التهاني في هذا المكتب المبارك، مكتب آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، وأتشرف أن ألتقي بمدير هذا المكتب المبارك الحبيب والعزيز سماح الشيخ نزار الحسن. حياكم الله سماح الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلتم بالمجيء، وأشكر لطفكم وجهودكم الطيبة وهاي تغطيتكم المباركة لتعكسون الفرحة والبهجة بعد هذا الشهر الفضيل الكريم، وبعدما اغتنمه المؤمنون من الأجر والثواب ومشقة الصيام، والأجر على قدر المشقة، فهنيئا لكم. فأهلا وسهلا وحياكم الله. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم، موفقين لكل خير إن شاء الله. البصرة وما أدراك ما البصرة، مدينة العطاء، مدينة الولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. شون أجواء البصرة سماحة الشيخ في عيد الفطر؟ تعلمون جيدا بأن العيد هو قبل أن يكون عرفيا هو العيد يكون شرعيا. نعم. الشارع المقدس لم يطلق كلمة العيد إلا على عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر رمضان، وعلى عيد الأضحى اللي هو في العاشر من ذي الحجة بعد في أيام الحج، وأيضا العيد سمي على يوم الجمعة أطلق، وأيضا على يوم الغدير الثاني وهو فرحة الزهراء أم سمي العيد. فإذا العيد هي مصطلح تشريعي من الشارع المقدس، والشارع المقدس جعل لهذا اليوم أهمية كبرى، عيد الفطر وبعد شهر رمضان، بحيث جعل له أعمال، وهذه الأعمال بها مستحبة. مثلا عندنا في ليلة العيد تضاهي ليلة القدر، ولذا يستحب إحياؤها. إحياء ليلة العيد لا يقل شأنا عن ليلة القدر، فيها استجابة الدعاء، ويستحب إحياؤها في قراءة القرآن والعبادة والاستغفار وما شابه. ونفس يوم العيد، يوم العيد هو
فيه يعتبر من الشعائر، ولذا تجد بأنه استحباب فيه الغسل وإخراج زكاة الفطرة ومثلا صلاة العيد التهيؤ لها والتهاني، تبادل التهاني والتبريكات بين المؤمنين، وفيه الأجر هو نفس تهاني المؤمنين والدخول الفرحة والبهجة عليهم، هو هذا من الشعائر ومن المستحبات ومن الآداب الدينية، بحيث العيد كما عرفه لنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام يعطينا ضابط عن العيد، يقول عليه السلام كل يوم لم يعصى الله فيه فهو عيد. إذن بين ضابطة ممكن للإنسان أن يعتبر كل أيامه عيدا في حالة عدم المعصية. جميل. والعيد كما في اللغة العيد هو من العود والرجعة، يعني ولذا كل سنة إن شاء الله نلتقي وياكم في هذه المناسبة من العود والرجعة، فأسعد الله أيامكم. اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم. أحسنتم على المقدمة والديباجة هاي، بارك الله بكم. لكن أنا سؤالي كان واضح إن شاء الله تعالى. إن شاء الله واضح. أجواء البصرة شلون بالعيد سماحة الشيخ؟ بارك الله بكم. الله يحفظكم. أنه أنت بصري عذرا طبعا. الله يحفظكم. شكرا. الله يسلمكم. طبعا أكيد لا يخفى بأن البصرة وكل الحواضر الإسلامية خصوصا العربية تهتم في هذا اليوم، في لها طقوس عند الأهالي في البيوتات في الدواوين. فطبعا البصريون أو بشكل عام العراقيون أو العرب يعني يستعدون ليوم العيد قبل العيد بأسبوع لعله، يعني من حيث التبضع ومن حيث التسوق ومن حيث حتى في داخل الأسر والمنازل يصنعون الحلوى ويهيئون المنازل ويرتبونها، فبالنتيجة يهتمون لهذا اليوم يستعدون، وهذا أيضا من الآداب والجيل والناشئة تربوا على هذه العادات وهذه العبادات وهذه الطقوس وما شابه ذلك. ولكن للتنويه مما تغير عندنا في الآونة الأخيرة، كثير من الناس من المؤمنين يذهبون إلى زيارة القبور أو ما شابه. بلا شك نحن عندنا زيارة القبور ممدوحة ومسنونة وفيها أجر عظيم، ولكن لماذا يوقتونها في يوم العيد؟ المفروض يوم العيد هو الله سبحانه وتعالى جعله عيدا للتهنئة وللتبريك بعد خروج من شهر رمضان بهذه الثواب والأجر، فللمعايدة مو لزيارة القبور وقضاء العيد في الأحزان والأتراح. لا لا، لك سنة طويلة في أيام أنت زر المقابر زر الموتى لا بأس، أما في يوم العيد لا، هذا خلاف توصيات الشريعة. ولذا نقول اجعلوا العيد عيدا، كما نقرأ في دعاء صلاة العيد، اللهم اجعل هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآل محمد شرفا وذخرا ومزيدا. فعلينا أن نفرح في هذا اليوم، وباقي الأيام ممكن نزور المقابر. أحسنتم سماحة الشيخ. الله أنفاسكم وأسماعكم، جزاكم الله خير الجزاء، وشكرا لكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. احنا نشكركم. اهلا وسهلا، واسعد الله ايامكم. الله كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. الله يحفظكم. نعم احبائي المشاهدين، باسمكم اشكر سماحة الشيخ العزيز الغالي شيخ نزار الحسن، متواصلين معكم وهذه التغطية. سندنا يتحقق وعدنا للمهدي انتمينا بالعترة اقتدينا للمهدي انتمينا بالعترة. متواصلين معكم أحبائي المشاهدين، وهذه الأجواء الجميلة والرائعة من بصرة الخير والعطاء وأجواء عيد الفطر المبارك، وما شاء الله تعالى أجواء ممطرة صارت لله الحمد والمنة، اللهم اجعله غيثا نافعا يعني يا الله. متواصلين معكم واجينا الى هذه المنطقة المعروفة بالبصرة، منطقة الكورنيش اللي بيها تجمعات لأهلنا وأحبائنا في محافظة البصرة. السلام عليكم، اسعد الله ايامكم وراتي. شلون الصحة؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله. يا مسلم بك، الله يسلمك، الله يخليك. تعرفني باسم حضرتك؟ ابو مريم. حياك الله ابو مريم حبيبي من البصرة. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك.
شلون نشوف الاجواء؟ ما شاء الله الهواء كلش حلو، الكورنيش والله، الكورنيش والاجواء والناس الطيبه والشباب، والحمد لله والشكر خير وبركه وفرح وسعاده والحمد لله والشكر، واجواء ايمانيه بشهر رمضان، وان شاء الله العيد جاي وكله خير وبركه. شنو تحضيراتكم للعيد؟ بتعرف الملابس العيد، المعجنات، الحلويات، الكرزات، فالحمد لله والشكر كل شيء له اجواء خاصه به، خاصه العيد هنا بالبصره يختلف يعني. زين، وان شاء الله السفرات والزيارات ان شاء الله بعد بال. انت بس قل لي شغله وحده اريد اعرفها، مشتاق للريوق والغدر ولا؟ والله ما طلعنا بشهر رمضان يعني حين تعودنا عليه. اي والله، يعني حتى فراقه صعب. مشتاق للريوق؟ ها طبعا احنا مشتاق للريوق، وان شاء الله احنا عندنا كل سنه عاد انه اول صباحيه العيد احنا نسوي مصموطه. اها، وهذا اللي اعرفه انا. فهاي الاكله دائما مشهورين بها للبصره ولل ان شاء الله المحافظات القريبه. شنو هي المصموطه بالضبط؟ والله هي شو اسمه، احد انواع السمك مثل الضلعه او انواع السمك ننشفها ونيبسها وكذا، وهذا ان شاء الله اول صباحيه العيد يطبخونها تريقون تريق بها العائله كلها. الف عافيه. هاي لازم كل سنه احنا كل عيد ما شاء الله صباحيه العيد. زين، شنو السبب بالضبط؟ اكيد سامع من اهلنا الله يحفظهم ويرعاهم الجيل اللي قبلنا، شنو السبب المصموطه؟ والله يقولون انه هذا شكو انت عندك نقص فيتامينات، نقص انه بشهر رمضان املاح كذا، هذا هاي الاكله تعوضك عنها بصباح العيد ما شاء الله. اي فاللي احنا سامعين منها ما شاء الله. أي. لله الحمد لله. حبيبي الف عافيه مقدما على المصموطه. الله يحفظك غاتي، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك عيوني انت. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، وهذه التغطيه من محافظه البصره. وعدنا 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 للمهدي انتمينا بالعتر اقتدينا، للمهدي انتمينا بالعتر اقتدينا، ايامكم سعيدة سعيدة ايامكم، ايامكم سعيدة 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 للعتر عقيدة عقيدة عقيدة. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي وكورنيش البصرة. السلام عليكم، شلونك غاتي؟ سعد الله ايامك. زين الله يسلمك، الله يرحم والديك، الله يسلمك، الله يديك الصحه والعافيه. تعرفني باسم حضرتك؟ انا ابو كاظم. حياك الله ابو كاظم، الله يسلمك، الله يرحم والديك، مليون هلا. الله يسلمك، الله. عيد الفطر والبصره والاجواء الحلوه هاي ما شاء الله، على عيد الفطر وعلى رمضان وعلى البصره، والله يعم الامن والامان على العراقيين جميعا يا رب العالمين. اي والله الحمد لله والشكر، البصره جاي تتحسن يوم بعد يوم، وتشوف التطور بالبصره الحمد لله والشكر بجهود الطيبين طبعا، ونريد احنا التكاتف بعد اكثر واكثر، ونريد الامور تمشي على ما هو عليه، وان شاء الله التطور، الله يعم الامن والامان على البصره وعلى العراقيين جميعا. وتشوف انت هاي نعمه، هاي الكورنيش والعالم قاعده ومتونسه، واحنا هذا اللي نريده. الحمد لله، الحمد لله والشكر، الحمد لله. اجواء العيد استاذنا العزيز ابو كاظم، نعم، شلون نشوف اجواء العيد؟ اجواء العيد تحضيرات اول ما تبدي بالملابس مال الاطفال، انه بعدين بالكليجه، انه بعدين المصموطه، وبعدين يعني هاي اجواء العيد الحمد لله والشكر. هنيئا لكم، الله يسلمك، الله يرحم والديك. التجمعات اللي بالعيد، نعم، شلون تروحون تزارون بالعيد؟ والله هو اول يوم العيد انت احنا يعني كعاداتنا وتقاليدنا انه نسوي المصموطه، يجون الاقارب القريبين علي للريوق، اي والجوارين مثلا صلاة العيد، بعدها الحج يجيب جماعته، وهاي يجون على البيت يفطرون ويكملون، وهاي بعد احنا مثلا انا مثلا ابوي الكبير يجون عمامي يزاورونا يعايدونا، واحنا النوب نطلع على الكبارية على الناس من قرايبنا، وتمشي الامور الحمد لله والشكر. الله زين، شنو رايك بالمعايدة بالواتساب فقط؟ والله المعايدة بالواتساب يعني هو هذا النظام الجديد، يعني هواي تحدثت هي مو بس بالمعايده، حتى هسه جاي زواج، يعني الزواج يدزلك على الواتساب، احنا قبل ندق باب نطي بطاقه، يعني شويه تطور صار. اكو ناس ما تريده، يقول لك انا والله شنو دزلي بالواتساب، لا خلي يجي لي دعوه، هي يعني حلوه اشوفها، يعني انا اروح مثلا، هاي وجهه نظرك. انا وجهه نظري هو مثلا ابو بالخصيب وانا بالبصره، يعني اروح لفد 21 كيلو اروح اعزمه بالواتساب او اتصال. اكو ناس ما ترضى،
وانا هسه واحد من الناس من يعزمني اي واحد على على زواج بالواتساب وانا اتقبله. انا ما جاي احكي عن العزيمه، احكي عن المعايده، عيد الفطر. نعم أي. انا بالنسبه لي واحد من الناس أي. فلا عيد واحد بالواتساب. احسنت، هو هذا اللي اريد اوصل له. فلا واحد اعيده بالواتساب، واصلا مال صباح الخير وجمعه مباركه هم لو تشوف تليفوني كله ما بي. ما شاء الله. اي والله حبيبي، الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك، الله يعودك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا عيوني. سندنا 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 يتحقق وعدنا 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 للمهدي انتمينا بالعطر اقتدينا للمهدي انتمينا بالعطر. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائي، كان يوم جميل ورائع حقيقة، وانا في خدمة المؤمنين في هذه المدينة المعطاء، مدينة البصرة. وأسأل الله بكرامة الحسين وبشأن الحسين أن يجمعنا دائما وأبدا تحت ظل الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. في الختام أحبائي المشاهدين، الشكر الجزيل والمتواصل للأحبة والأعزة في مكتب قناة الشعائر الفضائية في البصرة، وأخص بالذكر الأخ العزيز أحمد الزيدي والأخ العزيز المصور حيدر إبراهيم، والشكر الجزيل لمكتب آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي في البصرة وعلى رأسهم سماحة الشيخ نزار الحسن. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة 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 يا العيدكم عقيدة عقيدة عقيدة، أيامكم سعيدة 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 يا العيدكم عقيدة عقيدة عقيدة، بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا بالهادي اهتدينا بالعطر اهتدينا، أيامكم سعيدة كل عام سعيدة أيام الموالي أيام الموالي.